الآن إلى موضوع آخر، وفيها الإعلامي الكربلائي حيدر هادي نشر قبل مدة مناشدة لمواطن كربلائي بسبب 39 مليون يقول إنه أنفقها وساق خسرها، أو أي خسرها، أين بالضبط خسرها؟ في مستشفى الكفيل. تعالوا نستذكر ونتابع وإياكم هذه المناشدة من الإعلامي. إحدى العوائل في مدينة كربلاء أنه دخلوا لهذا المستشفى، مستشفى الكفيل، وبالتالي دفعوا أكثر من 39 مليون دينار عراقي، وانقطع أو قطعوا رجلين اللي دخل يعني للعملية دون يقدموا العلاج، وأيضا ما صار له أي حل. أنا وياي أخ المريض اللي هو أيضا نقلوه الآن إلى مستشفى الحسين بعد ما عندهم فلوس، فهو أيضا أنه يتحفظ أنه يطلع صورته، كل التقارير والأدلة والوثائق هاي موجودة، أكو حالات، عشرات الحالات. اليوم راح نتناول بهذا التقرير ونسمع أيضا الأخ هذا باختصار. تفضل، شنو صار وياك؟ حادث دراجة، يعني نختصر الموضوع، طببناه، عنده صحيح عنده كسور، عنده هذا الكسر مو توصل، يعني يقص رجله، قصوا رجله وهسه راح يقصوا رجله ثاني، وعندهم أهم شيء مستشفى الكفيل، عندهم الإنسانية ما هم، عندهم أهم شيء الفلوس. طبلة جبتها ما يعاملني كمريض، يعاملني يقول لي أنا سلمني مليون ونص أصعد علاج للمريض، ما سلمني مليون ونص أنا ما أصعد للمريض ولا أشوفه. الدكتور يطب بالعيادة تروح لي ب 25,000، بالكفيل ياخذ 50,000. 50,000 ياخذ، كفر عمي، كفر ما في هيك. 39 مليون شلون صرفن؟ 39 مليون، 9,386,000 بالصيدلية، وباقي هذا برا الطود، عناية رقودها يومية اليوم الواحد ب 500,000. يعني أنت جاي تعيش بشر من جديد، يعني جاي تبنيه 500,000 وكل شيء ما سووه. ودوا أخوي الحالة الأسوأ، وهسه أخوي أنا حولت الحسيني من يعني من بعد ما أقدر، لأن بعت العدة وما عندي، يلا لميت هذا المبلغ. ويا ريتهم طاب. وحالته خطرة، وحالته هسه كلش حرجة، والصور موجودات عند أستاذ حيدر. عن معاناة أسرة دفعت الملايين في مستشفى الكفيل نشر حيدر هادي، وكان في المقابل هناك رد من إدارة المستشفى. عموما دعونا نشاهد الآن وثيقة صادرة عن مستشفى الكفيل، ومعها نمدكم بالقليل من المعلومات. بعد نشر هذه المناشدة رفع مستشفى الكفيل الذي تسبب بالكارثة التي استمعتم لها من خلال، طبعا قام المستشفى، إدارة المستشفى، بنشر دعوى قضائية ضد الإعلامي حيدر هادي، ووجهوا إليه تهمة نشر معلومات مغلوطة في خطوة عدها ناشطون بأنها تسعى إلى تقويض حرية التعبير.